أوليفيرا قوي جدا. اللحظات القاتمة هيا الكرة بتصل خطيرة الكرة في مواجهة المرمى الفارو سيصل للنقطة رقم 11 وهذه كرة الله محاولة الآن لمصلحة جاجا سيلفا يحاول يمر يلعب كرة خطرة الله من خلال المحاولة جاجا راح جاجا واللقطة والمحاولة الماضية والعصية شوف الاستلام شوف العرضية شوف الرأسية المتابعة يا عيني يا ولد يا لعيب الفارو اتركني يا أوليفيرا حتى انتهي من كلامي. خميس يغير اتجاه الكرة الى أوليفيرا يا السلام أوليفيرا الكنترول التسديدة يا السلام وخطر الهاتف الله الله عادت ابن فجيرة الآن بتسديدة من الخطر.